مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم مراسم الاحتفال بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات اتيتادا وعدد من الشركات العالمية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. تستهدف هذه الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة خلق أكثر من 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصريين. هذا وقد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن توقيع الاتفاقيات 29 توفر حوالي 34 ألف فرصة عمل، كما أنه يعد دليلا على جاذبية مصر للاستثمار الأجنبي. أيضا شدد رئيس الوزراء خلال كلمته على ترحيب الدولة بالاستثمارات الجادة في كافة المجالات، ولفت إلى العمل على إعداد كوادر رقمية من الشباب في كافة التخصصات، بالإضافة إلى ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل. أيضا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أوضح في كلمته خلال مراسم توقيع هذه الاتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وعدد من الشركات العالمية، أوضح أن الحكومة تعمل على توفير الإمكانات المطلوبة لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات. يعني نضيف أن مصر قد نجحت خلال السنوات السابقة في تحقيق طفرة غير مسبوقة في تقديم خدمات التعهيد في مجال تكنولوجيا المعلومات لأسباب عديدة تتعلق بتوافر كوادر بشرية مدربة وقدرات لغوية متميزة للمحترفين العاملين في هذا المجال، بالإضافة بالتأكيد لموقع مصر الجغرافي المتميز وحرص الحكومة المصرية على إنشاء الكثير من المدن التكنولوجية. مصر يعني تحتل المرتبة السادسة في مجال أو على قائمة الدول الواعدة في تقديم خدمات التعهيد، وذلك وفقا لمؤشر آي تي كيرني، وهو مؤشر متعلق ب تغير جغرافية خدمات التعهيد. تحتل مصر المركز السادس في هذه القائمة، وذلك بفضل جهود الحكومة المصرية في السنوات السابقة لتحسين مجال الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات واستقبال الشركات العالمية الكبرى العاملة في هذا المجال، والتي تفضل يعني التواجد على الأراضي المصرية لتوافر العديد من المزايا في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما ذكرت على رأسها توافر كوادر بشرية مدربة وبقدرات لغوية عالية. فمصر توفر خدمات التعهيد لحوالي 100 دولة حول العالم بحوالي 20 لغة. للمزيد مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من مقر توقيع الاتفاقية في قصر السلطان حسين كامل. كريم، يعني تطلعنا على يعني تفاصيل الاتفاقيات ويعني ما دار في هذه يعني هذا الاحتفال بتوقيع مراسم الاتفاقيات بين هيئة تكنولوجيا المعلومات و29 شركة كبرى عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات. نعم، تحياتي لك إلهام وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هو احتفال بتوطين الصناعة، احتفال بزيادة فرص العمل هنا في مجال تكنولوجيا المعلومات وتوفير فرص العمل للشباب المصري، ولكن الهدف الأسمى هنا هو توفير فرص العمل، توطين الصناعة وزيادة الصادرات، مما أيضا يزيد ويرفع من فكرة زيادة الدخل القومي المصري. ولكن هناك نقطة هامة في هذه الاتفاقيات، وهي فكرة التعهيد وما هي صناعة التعهيد. هذه الاتفاقيات 29 اتفاقية كما ذكرتي، بالفعل منهم 21 اتفاقية لشركات بالفعل متواجدة داخل جمهورية مصر العربية. هذه الشركات تعمل في صناعة التعهيد. صناعة التعهيد
جديد، وهي فكرة نقل واستخدام بعض الشركات العالمية لبعض المنتجات، وهنا نخصص أكثر في منتجات الصناعة التكنولوجية التكنولوجيا الحديثة، واستخدام هذه الشركات لشركات داخل جمهورية مصر العربية أو في بلاد أخرى غير بلادها الأساسية لتوطين هذه الصناعات الخاصة بالتكنولوجيا، مما أيضا يوفر فرص العمل. هذه نقطة. 29 شركة منها 21 شركة كبيرة متواجدة بالفعل، هناك 21 اتفاقية لتوسيع شركات التعهيد وصناعة التعهيد وصناعة التكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الرقمية بشكل عام هنا في مصر. 8 شركات أخريات يعني يدخلون جديدا في مجال صناعة التعهيد أيضا يبدأون شركاتهم. 9 شركات ستكون بدايتهم هنا في مصر أيضا لتوفير فرص العمل وتوطين صناعة التكنولوجيا. 29 شركة يهدفون في الأساس لتوفير ما يقرب من 35 فرصة عمل للشباب المتخصص في التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا الحديثة بشكل عام. وأيضا تحدث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات خلال هذه الاحتفالية عن فكرة توطين صناعة التكنولوجيا الجديدة، ولكن أيضا توفير التدريب الخاص لكل هذه الكوادر من، وهي استراتيجية كبيرة لمدة 5 سنوات تبدأ من 2022 وتنتهي ب 2026 بنهاية 2026، وهي 5 سنوات كاملة بدأت في فبراير الماضي واليوم والاحتفال بتوقيع هذه الاتفاقية. بالطبع هناك محاور عديدة لهذه الاتفاقية، ولكن نتحدث عن استراتيجية من 3 محاور رئيسية، وهو التنوع والتخصص. التنوع والتخصص مما يعني أن هذه الصناعات التعهيدية أو التعهيد الخاص بشركات التكنولوجيا سيكون إما بشركات شركات الإنترنت، وضع أيضا تحديث الفايبر واستخدام الفايبر في زيادة سرعة الإنترنت، وأيضا العديد من التكنولوجيا الجديدة في صناعة المايكروشيبس الصغيرة لأجهزة الحاسب الآلي والموبايلات وغيرها من المايكروشيبس الصغيرة التي تستخدم في التكنولوجيا الحديثة في هذه الأيام. هناك أيضا تخصص لأن مصر تطورت خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالإنترنت الثابت، وصلت من المركز 40 إلى المركز الأول في أفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت، لذلك هو التخصص في صناعة التعهيد الخاص بالإنترنت. هناك أيضا جزء خاص في الاستراتيجية المحور الآخر، وهو منهجية تصميم متكاملة، أي أن هذه المنهجية تأتي على عدة محاور: التدريب الخاص بالشباب، توفير فرص العمل، توطين صناعة التكنولوجيا، والأهم هي زيادة الصادرات. الصادرات ستصل إلى 100 مليار دولار إضافي على الصادرات الطبيعية لتكنولوجيا المعلومات بانتهاء عام 2025، ستزيد معدل الصادرات ل 100 مليار دولار زائد عن المتعارف عليه المتوقع. هناك أيضا الجزء الخاص بفرص العمل. فرص العمل لا تتوقف فقط عند هذه الشركات، ولكن أيضا هي فرصة لفتح آفاق جديدة لجميع الشباب إما داخل مصر أو حتى خارج مصر. وفي فرص العمل داخل مصر، وأيضا استخدام هذه الطاقات وتطوير هذه الطاقات وتدريب هؤلاء الشباب أيضا ليكونوا ممثلين للشركات المصرية خارج مصر. إذن هي تصدير لتكنولوجيا المعلومات، وفي نفس ذات الوقت يعني تصدير للطاقات وتصدير ربما للشباب يعني والفكر المصري داخل مصر وخارج مصر. يعني نعم. أضيف على كلامك كريم أنه هذا يمثل أيضا طفرة نوعية في نوعية التعليم المقدم للشباب المصري، بما أنه يعني يحتاج شباب متخصص في مجال الشركات تكنولوجيا المعلومات ناطقين بلغات مختلفة، فأيضا هذا يعني يعكس نوعية تعليم متميزة موجودة في مصر. على كل، أنا أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس على كل هذه التفاصيل. كريم بيبرس كنت معنا من مقر توقيع عدد من الاتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا وعدد من الشركات العالمية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.